السلام عليكم. بالمحاضرة اليوم رح نبدي من موضوع الـ Notification Area، موجود عندكم بالملزمة صفحة 9. الـ Notification Area موجود أسفل أو بالتاسك بار، اللي مكان التاسك بار أسفل الشاشة. شلون دا أشر بالماوس أسفل الشاشة، هذا هو التاسك بار. على اليسار من التاسك بار عندي قائمة Start، ها هي قائمة Start، وعلى اليمين عندي النوتيفيكيشن اريا. وظيفة النوتيفيكيشن اريا او المهام الاساسية اللي اقدر استفاد من ادها بالنوتيفيكيشن اريا، اول شيء اقدر اتحكم بالاعدادات الاساسية الخاصة بالنظام. مثلا انا بدل ما اروح اغير الصوت، اشوف الانترنت، الشحن عندي باللابتوب، الوقت، التاريخ، اللغة، كثير من الامور الاخرى اقدر اغيرها او اتحكم بيها عن طريق الـ Notification Area. فبسهولة وبسرعة وصلت إلى هذه الأدوات الخاصة بالنظام، بالإضافة إلى تعطيك فد ملاحظات معينة. مثلا حتى اليوم من تربط فلاش بالحاسبة، من تجي تسحب هذا الفلاش هذا طلع لك مثل فد بالونة تقول لك إنه الفلاش safe to remove this device. هاي كلها وين موجودة بالـ Notification Area. وآخر شيء عندي تعطيك فد وصول للبرامج الموجودة. مثلا اليوم أنا عندي هذا البرنامج أقدر بسهولة أوصل له، مرات برامج أخرى تكون أنت منصبها مثل هذا البرنامج أقدر أوصل له هنا بسرعة وبسهولة عن طريق النوتيفيكيشن أريا. طبعا إذا تريد تتحكم بالنوتيفيكيشن أريا عن طريق الكاستمايز، هقدر أتحكم بالإعدادات الخاصة بالنوتيفيكيشن أريا. طبعا اذا تريد تشوف السيستم مالتك، ايضا اذا تروح بالنوتيفيكيشن اريا الى اقصى اليمين حتشوف الديسكتوب. هاي كلها عن طريق النوتيفيكيشن اريا. البن، اليوم انا عندي مجموعة من البرامج دائما احتاج استخدمها، اذا ما اروح عليها وين مخزونة بالكمبيوتر وابحث عنها وافتحها، اقدر اخليها البرامج هاي دائما استخدمها او الفيفوريت بروجرام احنا نصيحها وين موجودة بالتاسك بار، هذا الشريط الاسفل الشاشة تاسك بار، اريد اخلي بيه برامج دائما استخدمها. مثلا اني برنامج الوورد دائما استخدمه، اريد اسوي له بن. شلون اسوي له؟ اضغط عليه رايت كليك. شوف، ضغطت على الفايل رايت كليك وقلت له بن ذيس بروجرام تو تاسك بار. خل اسد الفايل، شوف الايقونه موجوده، صارت الايقونه موجوده بالتاسك بار. ما اريدها، ما اريد تكون هسه، غيرت رايي، ما احتاج اخليها بالتاسك بار. فش اقول له؟ اضغط عليها رايت كليك مره ثانيه واقول له ان بن ذيس بروجرام فروم تاسك بار، راحت. اريدها مرة ثانية، اروح افتحها وش اقول له؟ رايت كليك بن ذيس بروجرام تو تاسك بار، صارت موجودة. خل اغلقه، شوف موجودة، غيرت رأيي وما اريدها، رايت كليك مرة ثانية ان بن ذيس بروجرام فروم تاسك بار. يعني بالمختصر تفتح البرنامج اللي انت تريده، تضغط رايت كليك وين بالتاسك بار على البرنامج وتقول له بن ذيس بروجرام، غيرت رأيك وما تريد، تضغط رايت كليك مره ثانيه وتقول له ان بن ذيس بروجرام فروم تاسك بار. عندنا هنا بالملزمه مقارنه بين الفايل والفولدر، هذه يحتاج نقراها وننتبه عليها. الفايل شنو هو الفايل؟ نشوف هنا في سطح المكتب شنو هو الفايل. الفايل هو مكان لخزن البيانات. يعني هسه اليوم أنا عندي هذا فايل، هذا فايل، هذا فايل، هاي كلها مكان لخزن البيانات. كل المعلومات الموجودة بالحاسوب تنخزن على شكل ملفات أو فولدرات. شنو هي الفولدرات؟ مثل مكتبة، هذه هي فولدر، هو مكتبة. شنو فائدة هاي المكتبة؟ تخزن فايلات وفولدرات أخرى. الفولدر هو مثل المكتبة، يخزن فايلات وفولدرات أخرى. شوف الفولدر،
بفايلات، هاي فايل هذا فايل هذا فايل، وبفولدرات أخرى. أما الفايل شنو هو؟ هو مكان لخزن البيانات. هذه البيانات أو هذه الفايلات تخزن شنو؟ تخزن نص، مثل أنا هنا أنا خازنة نصوص، ممكن تخزن أنت فايل صوت، ممكن فيديو، ممكن صورة، شلون هسه أنا هذه صورة مخزنتها، وهكذا. الفولدر ممكن يخزن فايلات وفولدرات أخرى. شوف هذا الفولدر بفايلات وفولدرات أخرى. الفايل في الفايل represented with an icon، يتمثل بشكل هاي آيكونة زين. شوف هنا أنا آيكونة مال هذا الفايل، هذا الآيكونة مال هذا الفايل، هذا الصورة بتمثل هذا الفايل. عادة الآيكونة مرتبطة بالبرنامج، يعني شفت هذا برنامج الإكسل، فالآيكونة تابعة هذا الوورد، الآيكونة تابعة لهذا البرنامج. الفولدر لا، يتمثل باليلو آيكون. شوف هاي الآيكونة صفرة، هذا فولدر، هذا فولدر، 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 فالفولدر يتمثل باليلو آيكون. الفايل بإكستنشن، يعني شخص بالإكستنشن، اليوم من أوقف على هذا الفايل وأقول له رايت كليك بروبرتيز، الفايل شنو بيه؟ بيه هذا الإكستنشن، هذا الامتداد، الفايل بيه امتداد. الفولدر ما بيه امتداد، شوف أوقف عليه وقول له بروبرتيز، ماكو أي امتداد، اسمه بس فايل فولدر، ماكو أي امتداد بيه. الفايل فايلات عادة تاخذ مساحة بالذاكرة، الفولدر لا تاخذ اي مساحة. ليش؟ لان احنا قلنا هي مثل مكتبة او فدوعاء تخزن الفايلات والفولدرات الاخرى. اليوزر cannot create any folder or subfolder within the file، يعني انت هذا الفايل اللي تخزن بيه بيانات ما تقدر تسوي بداخله فايلات فولدرات اخرى، لكن الفولدر مثل هسه هذا قدرت اني اسوي بداخله فولدرات فايلات اخرى. عندي اذا اريد اختار اسوي سيلكت، اليوم انا عندي خل نفتح مثلا هو هذا الفايل، عفوا الفولدر، اريد اختار مثلا اختار هذا الفولدر، اضغط عليه كليك، اريد اختار هذا الفايل كليك، اختار هذا الفايل كليك. هاي اذا عندي فايل واحد او فولدر واحد اريد اختاره. زين اذا كان عندي number of adjacent file and folder، يعني مجموعة من الفايلات والفولدرات المتجاورة، واحنا واحدة بصف الثانية، اليوم انا اريد اختار هذا وهذا وهذا. زين بقى انا كل مدى اسوي كليك ليتأشر بس واحد بيهم، انا اريدهم ثلاثتهم يتأشرون، شلون اسوي هاي الطريقة؟ عن طريق الكيبورد، اضغط عليه وبعدين اضغط مفتاح الشيفت مع الاسهم، شوف صارت سلكت إلها. إذا أريد أختار أول فايل وآخر فايل، العفو أول فولدر وآخر فولدر هنا، شلون أختارها؟ عن طريق الكنترول، مفتاح الكنترول بالكيبورد. هاي سويت أني اختارت نون adjacent فايل. نعيدها، إذا تريد تختار فايل أو فولدر واحد هاي بالماوس، إذا تريد تختار مجموعة من الفايلات أو الفولدرات adjacent متجاورة، شلون تختارها؟ عن طريق تحدد وتقول له shift والماوس أو بالكيبورد الأرو تختار adjacent file. إذا non adjacent file and folder تحدد وبعدين تدوس مفتاح الكنترول، مفتاح الكنترول، مفتاح الكنترول، فاختارت non adjacent file and folder. اذا اريد اسوي فولدر جديد اروح هنا أنا اضغط رايت كليك على الديسكتوب او بداخل فايل اخر، بس تضغط رايت كليك تختار نيو، بعدها تروح على فولدر، رايت كليك نيو فولدر. اكيد بنسوي فولدر جديد تريد تضيف الاسم، مثلا انا حسميه هسه هنا زينب. شلون سويت ال